أهلا وسهلا بكم ومرحبا مشاهدي الأفاضل في هذا العدد الجديد من حصة مانشيت. نحن نعيش دائما في ظل أزمة عالمية خلقها فيروس كورونا الذي ينتشر ولا يزال يحدث ضحايا كثيرين في العالم، وأيضا نجد أن كثير من الوسائل التي دائما ترافق هذه الظاهرة ومنها وسائل الإعلام، وهنا يأتي دور الإعلام كفاعل كعامل مهم في تسيير هذه الأزمة إن لم نقل حلها في نهاية الأمر. ولمناقشة دور الإعلام وسيره نسعد باستضافة الأستاذ عبد العزيز غرمول. الأستاذ عبد العزيز غرمول 40 سنة من العطاء في ميدان الإعلام، في خاصة الصحافة المكتوبة، حيث انتقل بين عدة صحف عمومية وخاصة منها صحيفة الوحدة أو مجلة الوحدة المعروفة، ثم الشعب والمساء، وأيضا كان ولا يزال أحد مؤسسي جريدة الخبر أو مؤسسة الخبر. مرحبا بك الأستاذ عبد العزيز غرمول بيننا. ستكون لنا فرصة إن شاء الله للحديث عن تفاعل الإعلام مع الراهن، وكيف يمكن أن يؤدي دوره في وضع مثل الذي نعيشه الآن ومتميز بظاهرة خاصة وأزمة لم تكن منتظرة في قبل نهاية العام. كان الجزائريون منشغلين بإعادة الشرعية والتحول السياسي، ولكن تفاجأنا بأزمة أخرى، هي أزمة صحية ولكن ذات أبعاد مختلفة. في رأيك لو طلب منك يعني تقييم يعني تعامل الإعلام جزائريا ودوليا مع هذه الظاهرة؟ أولا شكرا على هذا الاستضافة الكريمة. بودي أن أوجه تحية لمشاهدي قناة الوسط. أعتقد أنه لأول مرة في التاريخ الحديث يحدث هذا الاستقطاب الكلي للإعلام في موضوع واحد محدد، اللي هو موضوع هذه الجائحة. الإعلام في العالم كله افتتاحياته وآراء المختصين والأخبار تاعو كلها منصبة على هذا الموضوع، وهذا يحدث لأول مرة في التاريخ. الإعلام يعني رافق هذه الظاهرة بقوة بعمق وبتأثير كبير أيضا، لأن الإعلام هو الوسيلة الوحيدة التي يجدها المواطن في أي بلد في العالم في مواجهته، هي اللي يسائلها، هي اللي يدي الأخبار منها، هي اللي ينتظر ما الجديد في بلده وفي بلدان العالم. وهذا الوضعية أيضا انعكست على الإعلام الجزائري. الإعلام الجزائري كما نشاهد يعني تقريبا كله مكتوب، مرئي، مسموع، إعلام الوسائط الاجتماعية مركزة كثير على هذا الوضع الغير منتظر اللي البشرية لقات روحها في المواجهة نتاعو، والجزائر بشكل خاص. يعني نحن خرجنا من سلسلة من الأزمات، وعندما
تنفسنا سعداء وقلنا الآن بدأ الاستقرار، بدأ الهدوء، بدأ التفكير العقلاني في ما سنفعله في المستقبل. اصطدمنا بهذه الجائحة، ويعني كانت صدمة قوية. الشيء اللي أنا يعني استنتجته من خلال يعني هذا تقريبا شهرين ولا أكثر قليلا، ثلاثة ولا ربع مؤشرات إيجابية. المؤشر الأول الانضباط، يعني برهننا الشعب الجزائري على أنه شعب واعي، وعي عالي، بدليل حالما يعني أحس الشعب الجزائري أن الوضع بالفعل خطير توقف الحراك، و يعني كان توقف تاعو توقف دليل على عقلانية، على رزانة، على فهم للواقع وفهم يعني متميز، رغم الحماس اللي كان يلهب الشباب، ولكن عندما رأوا الخطر تضامنوا مع مؤسسات الدولة، ويعني مشاو في المخطط. الحاجة الثانية هو الانضباط الشعبي فيما يتعلق مثلا بالحجر الصحي والوقاية بشكل عام. صحيح يعني فيه ظواهر بعض اختراقات الحجر الصحي، فيه مثلا بعض الفئات ما عندهاش وعي كافي بالوقاية إلى آخره، لكن الأغلبية، نحن دائما ننظر للأغلبية، الأغلبية تعاملت إيجابيا مع الحجر الصحي. الحاجة الثالثة يعني رغم أن نسبة الوفيات يعني كانت مؤسفة، أنها كانت نوعا ما عالية، لكن على العموم الإصابات والوفيات أقل بكثير من يعني أغلب الدول في العالم. هذا عائد لسببين: أولا يعني الدور اللي قام به الشعب الجزائري دور عظيم ودور يعني يستحق عليه الشكر. الحاجة الثانية مؤسسات الدولة تدخلت في الوقت المناسب للحد من ظاهرة انتشار هذا الوباء. طيب أستاذ ورمول، يمكن أن يقال ويقال أيضا في الواقع أن لولا الإعلام لا كانت هذه الظاهرة، ظاهرة كورونا، عادية جدا مثلها مثل أي إنفلونزا ولا ربما أي وباء آخر. الإعلام ساهم كثيرا في تضخيم هذه الظاهرة وترهيب منها وبنقل أخبار بكثافة وتحليلات وتخمينات وغير ذلك. هل لعب الإعلام دور من هذا النوع في كان يمكن أن تكون هذه يعني الجائحة يعني مثل كثير من الأوبئة التي عرفناها في السابق؟ هذا سؤال مهم جدا. أنا أختلف معك فيما يتعلق بهذا الموضوع. ليس الإعلام هو الذي ضخم هذا الوباء، إنما الوباء في حد ذاته ضخم أولا. ثانيا ما قام به الإعلام هو انعكاس لما تقوم به مخابر العالم، لما يصرح به في وسائل الإعلام من طرف الخبراء. الإعلام لم يخترع هذا الوباء ولا الجو المحيط به، إنما المخابر والخبراء هم الذين يعني. ولكن هناك نوع من التخمة الإعلامية في هذا المجال ربما ساهمت في تضخيم الأمور إلى درجة، لأنه فيه أيضا جهود من أجل التوعية والتحسيس وكذلك يعني تهيئة البشرية بشكل عام لاستقبال أي خطر، لأن الفيروس لم يكن يعرف من البداية وحتى اليوم يعني مخاطره ما يخبئه كذلك، ولهذا فكان يعني حرص كبير على أن تكون التوعية يعني أحسن درع. صحيح. للوقاية.
صحيح. ولهذا رأينا أن ربما بين قوسين ربما من يقول أن الموضوع أعطي أكثر من حقه، ولهذا يعني فكان يمكن أن، ولكن نجد أن حقيقة ربما التوعية التي تمت والتحسيس ربما بدأ يؤتي أكله الآن، يعني من خلال يعني كبح جماح هذا الفيروس. صحيح. وربما يعني ما سميته أنت تضخيم كان عنده تأثير إيجابي، لكن يعني من ناحية إعلامية، نتحدث من ناحية إعلامية، الصحفيين قاموا بتوصيل المعلومات التي قدمها خبراء ومخابر العالم، ويعني هي معلومات صحيح ضخمة وقاسية. أننا يعني بعض الدول الآن رانا نشوفوا يعني الوفيات فيها يعني تتجاوز 2000 و3000 و4000 و5000 ضحية. قصد الولايات المتحدة الأمريكية الآن، هذه أرقام في المقدمة، هذه أرقام ضخمة جدا. لأول مرة تجد الإنسانية روحها في وضع غير منتظر. الكرة الأرضية توقفت، وسائل التواصل، وسائل الاتصال، وسائل النقل توقفت، الاقتصاد توقف، الإنسان في حد ذاته توقف، يعني وضع غريب لم تعيشه الإنسانية من قبل. لذلك كان وحتى الإعلام تقريبا توقف إلا للحديث فقط عن هذا الموضوع. نعم، لأنه هو أساس الحياة الآن. ما هي الأخبار اللي ينقلها الإعلام؟ عندما نعرف باللي كل شيء متوقف، الاقتصاد متوقف، النشاطات الثقافية متوقفة، النشاطات الفنية متوقفة، النشاطات الرياضية متوقفة، كل شيء متوقف، الموضوع الوحيد الذي يشغل الناس يستقطب يعني هي الحياة نتاعهم في حد ذاتها، والحياة نتاعهم مرتبطة بالمعلومات اللي تمدها وسائل الإعلام. ويعني في الحق وسائل الإعلام لعبت دور كبير، مش فقط في الجزائر، في العالم كله وسائل الإعلام لعبت دور كبير في توعية البشرية بالمخاطر المحدقة بها، وقدرت إلى حد ما تتلافاها، وقدرنا نخرج طيب يعني بأقل ما يمكن من أضرار. أستاذ غرمول، إلى تسيير السلطة في الجزائر للجانب الإعلامي في يعني حل هذه المعضلة، نجد أولا أن السلطة شكلت لجنة وطنية من خبراء صحيين لتقصي انتشار وتطور الفيروس، وهي المخولة إعلاميا لتقديم الحصائل اليومية الرقمية عن الفيروس. وأيضا وجدنا أن السلطة أيضا حذرت وتحت طائلة العقوبة أيضا من ترويج أخبار كاذبة، وخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، ورأينا بأن هناك أيضا إجراءات قانونية اتخذت ضد كثير من الذين استعملوا وسائل التواصل الاجتماعي لترويج لأخبار غير مؤكدة وغير دقيقة. أيضا هناك اعتماد أيضا على مركزية المعلومة الرسمية، واعتبار القنوات الرسمية خاصة العمومية ووكالة الأنباء الجزائرية هي المصدر الرسمي للمعلومة الرسمية فيما يخص كل ما يتعلق بكل الأمور، ولكن خاصة لأنه موضوع حساس، خاصة موضوع هذا انتشار فيروس كورونا. يعني هو تصرف، يعني بالنسبة لي أنا تصرف عادي، وهو التصرف الذي تصرفت به كل الدول تقريبا، يعني مركزت المعلومات لدى الهيئات. يعني بالنسبة إليك يعني هذا ضروري وليس فقط عادي، هذا هو الذي يجب أن يتم. يعني ضروري لسبب بسيط، هو أننا لاحظنا في البدايات
بدايات نتاع الكورونا عندما بدينا نتحدث عليه في الجزائر، ظهرت فجأة إشاعات كثيرة، وكنا نشوفه مثلا في الوسائط الاجتماعية معلومات يعني أحيانا مخيفة، يعني معلومات مثيرة للرعب، عندما تسمع مثلا بأن العشرات أصيبوا في المكان كذا، العشرات أصيبوا في المكان كذا إلى آخره، وهذه حتى في كل البلدان، لم تحدث في الجزائر فقط. في البداية هو دائما هذاك كما نقولوا بالدرجة تاعنا الخلعة الأولى هذيك تخلي الناس يسمعوا أي حاجة يربطوها مباشرة بهذا الوباء. يعني أنا نشوف أن الدول كلها تصرفت، يعني حتى الدول الغربية اللي فيها يعني حرية مطلقة تقريبا بين قوسين في الإعلام تصرفت أو مركزت المعلومات في هيئات وفي جهات يعني مختصة. لكن اختيار الخبراء الصحيين، نعم، أيضا يعني اختيار واعي طبعا ومقصود، يعني إن صح التعبير، لأنه فيه ثقة أيضا في الخبراء العلميين الصحيين أكثر مما هو موجود عند الساسة. طبيعي. ربما لو كان فيه لجنة من سياسيين ربما لكان فيه نوع من الريبة. أنا لا أثق فيهم على كل حال، لا كل لجنة من السياسيين لا طبعاً. أعتقد أن الشعب يثق فيهم. ولهذا اختيار يعني حتى اللجنة يعني تقصي ومتابعة ورصد انتشار الفيروس يعني كان مقصود ومهم جدا. طبعا في العالم كله يعني كاين لجان مختصة هي اللي تتكلم، كاين ناطقين رسميين هم اللي يتكلموا لأن هم اللي عندهم المعلومات، هم اللي عندهم. وربما راك لاحظت يعني في اغلب الدول وزراء الصحه احيانا هم اللي يديرون ندوات صحفيه وهم اللي يجيبون الصحفيين مثلا. الاستاذ جمال فرار وهو مدير مركزي بوزاره الصحه ولكن يقدم للراي العام على انه بروفيسور وخبير ولا اكثر مما يقدم كمدير مركزي. ايه هذه ممكن نقدر نقول لك يعني بين قوسين عقليه جزائريه فقط. المعلومات متمركزة عند اللجنة، ويعني لمعلوماتك أثيرت الكثير من الشكوك حول بعض الدول على أنها لا تقدم معلومات صحيحة، والصين خاصة يعني اتهمت حتى من طرف يعني الولايات المتحدة الأمريكية، فيه دول أخرى كوريا الشمالية وكأنه ما كانش فيه. لا ما نتكلمش على، أنا نتكلم على دول اللي يعني شككوا حتى في الأرقام نتاع إيطاليا، وشككوا في الأرقام نتاع إسبانيا، وشككوا في الأرقام نتاع فرنسا. يعني هذه أمور تحدث في مثل هذا الأوضاع. حتى هنا في الجزائر يعني فيه ناس يشكوا يعني في الأرقام اللي مقدمة، وكثيرا ما نسمعوا مثلا في المستشفى كذا فيه مثلا وفاة، ولا في المستشفى كذا فيه وفاة، ولا ولأننا نسمع بها من خارج اللجنة نعتقد أن هذه الأرقام غير منضمنة في التقارير تاع اللجنة بينما هي منضمنة. احنا في يعني ما أراه أنا في الآن، وأنا يعني عندي أصدقاء، عندي علاقات، شبكة علاقات اللي تعطيني يعني معلومات نزيهة وعندها مصداقية، يعني ما تقدمه الآن اللجنة عنده مصداقية بالرغم من أن المجهول في انتشار الفيروس يعني موضوعيا أكثر مما هو معلوم، لأن طبعاً لأنه طبعاً هي بالاختبارات. أنا كنت رايح نوصل الالتزام بالحجر موش بالانضباط التام الذي يمكن أن نأمله في الظرف الحالي، يعني فيه أيضا يعني احتمال أنه يكون فيه حالات لم تبدي أعراض ولم تشخص ولا يمكن الحكم يعني بدقة. نحن نتكلم على المعلومات التي تصل لهذه اللجنة، واحنا عندنا يعني اصدقاء داخل اللجنه هذه، ويعني نعرفوا المعلومات من عندهم ومصادرها والى اخره. لكن
يعني ليكا اللي مازال ما تكشفوش ماهوش مشكل اللجنة، هي مشكل مشكل تسيير في المجتمع، لا مشكل مشكل الصحة ككل. يعني يجب أن نعرف أن مؤسسة الصحة في الجزائر بكل التفرعات تاعها كانت في درجة صفر قبل كورونا. نذكروا الآن رانا نمجدوا في الأطباء، وأنا هذه يعني سأكتب عنها قريبا، رانا نمجدوا في الأطباء وصح يعني قاموا بمجهودات كبيرة وصح يعني برهنوا على أنهم جنود الصف الأول، عندما الجيش الأبيض كان الجيش الأبيض صح بأتم معنى الكلمة، لكن قبل كورونا كان الوضع سيء جدا في المستشفيات نتاعنا، وكان الوضع نتاعهم هما في حد ذاتهم وضع سيء جدا الآن اجتماعيا. والآن اكتشفنا قيمة الطبيب و قيمة كل المستخدمين، يعني المستخدمين تاع قطاع الصحة وحتى المستخدمين تاع الأجهزة تاع الحماية المدنية تاع الأجهزة الأمنية تاع، يعني اكتشفنا أن الأولويات نتاع الشعب الجزائري ما كانتش أولويات. الآن يعني برزت هذا الأولوية. الآن الصحة والغذاء نتاع المواطنين هي أولوية نتاع الدولة ككل. وأيضا برزت مسؤولية الإعلام طبعا في مرافقة طبعا هذه الأزمة، وهي مسؤولية كبيرة وخطيرة في نفس الوقت. صحيح. ولكن ربما الوقت لا يسمح لنا بمواصلة الحديث، وفيه كثير من الأشياء يمكن أن تقال، نتركها ربما لفرص أخرى إن شاء الله. إن شاء الله. من الحين نلتقي مجددا أعزائي المشاهدين في حصة جديدة. إلى ذلك من الحين، السلام عليكم ورحمة الله.